بحضور رسمي تركي، أقامت الجمعية العربية متعاونة مع منظمة بصمات فعالية ضمت شريحة من الجاليات العربية المقيمة في اسطنبول لتسليط الضوء على المسيرة الحياتية لتلك الجاليات في تركيا وعرض منجزاتها وطريقة تفاعلها مع الشعب التركي، إضافة إلى تشريح واقعها المعيشي والثقافي ورصد العقبات والتحديات وبحث حلولها المناسبة. هذا أهم شيء في الموضوع، أنه نحن ننطق بلسان واحد ولنا يعني معه المطالب ولكن لنا طلبات يعني تكمل مسيرتنا في المجتمع التركي وتكون يعني إفادة وإضافة كما هي إضافة فعلا للمجتمع ولا الاقتصاد التركي. رئيس البرلمان المستقيل والمرشح لرئاسة بلدية اسطنبول بن علي يلدرم حل ضيفا في الفعالية وألقى كلمة شكر للجاليات العربية مستمعا إلى همومها مصغيا إلى متطلباتها ومثمنا دورها في رسم أوضح صور الأخوة بينها وبين الشعب المضيف. ممثلو الجاليات العربية اعتبروا هذا اللقاء نقطة البداية لمشوار تفاعلي يتضمن لقاءات دورية فيما بينهم وإقامة نشاطات ثقافية وفنية تغذيها الروافد الإبداعية من مختلف الجاليات العربية. أعتقد أنه بعد هذه السنوات في تركيا تأخر كثير ملتقى بهذا الشكل. أي نعم كان في إفطار كبير في رمضان اللي فات ولكن في خطوات مهمة. عدد العربي كبير جدا اللي موجود النهاردة في تركيا، بنتكلم عن رقم بالملايين. بالتأكيد هذا الرقم ليه تطلعاته وليه مشاكله. كما يسعى ممثلو الجاليات العربية إلى تشكيل لجنة تعنى بمتابعة المتضررين من لهيب حروب بلدانهم وتقديم المساعدة لهم، كل ذلك في سبيل تعزيز الروابط الأخوية بين أهل اللغة والتاريخ والثقافة الواحدة في أرض جمعتهم، لهم مع شعبها أكثر من آصرة. عرب اجتمعوا هنا لمزيد من التواصل والتعارف وتبادل الأفكار والآراء وعرض المشاكل التي يواجهونها على ممثلين من الحكومة التركية، هي خطوة لتأسيس اتحاد للجاليات العربية. لقناة الرافدين الفضائية، فاروق شريف، اسطنبول.